بدكن تعرفوا شو صار؟ الإعلام ما رح يخبركن لأنه هو جزء منه. بليز اسمعوا للآخر. صارنا فترة عم نسمع عن الداتا والداتا. شو هي الداتا؟ وليش بعدنا بينا؟ شركة مكتف هي شركة شحن أموال نقدية وذهب مخول تحول هالأموال من وللخارج، وعندها رخصة بهيدا الشيء. المصرف ومن خلال مكتف بحول الأموال النقدية للخارج لحسابه، وهي عمليا نتيجة إيداعات بحسابات مودعين جزء منها تحويل لحساباتهم بالخارج. مين سكاب وبروسك؟ هول شركات بينقلوا الأموال بالداخل من مصرف لمصرف أو من مصرف لمكتف بحالة تحويل لخارج. يعني أنا رحت على مصرف إكس وحطيت 500,000 دولار كاش بالبنك وطلبت تحويلهم على حسابي بسويسرا. بهالحالة بتجي شركة بروسك وسكاب تاخد الأموال من المصرف بتسلمهم لشركة مكتف، ومكتف هو يلي بحول الأموال لخارج لبنان لإيداع على حساب البنك اللي بحول قيمتها من حساباته لحساب المودع بالخارج. شو صار؟ المودعين تقدموا من خلال وكلائهم متحدون بدعاوى عند كذا قاضي على رياض سلامة وأنطون الصحناوي بتحويل الأموال اللبنانية للخارج وبطريقة استنسابية خاصة بعد 17 تشرين، ولكن القاضي غادة عون كانت الوحيدة اللي باشرت بالملف. رياض سلامة وأنطون الصحناوي امتنعوا عن تسليم الداتا للقاضي عون، من هيك اضطرت تروح عند مكتف. بما أنه شركة مكتف امتنعت كمان وسكروا البواب بوجه القضاء وعملوا همروجة، خلق هيدا الشيء شك عند القاضي غادة عون أنه الداتا تكون معدلة أو ممحية. لهيك توجهت على سكاب وبروسك لمطابقة الأرقام بين المصرف وشركة مكتف شركات نقل الأموال. وهون داتا ما بتطلع خلال يوم أو اثنين، هيدا الوقت عم بيصير فيه تدقيق بأرقام 3 شركات لمطابقة أرقام التحويلات طيطلع تقرير رسمي بيكشف كل الأرقام. ما تنسوا أنه هيئة التحقيق الخاصة برئاسة سلامة ما عم تعمل شيء، ولجنة الرقابة على المصارف كمان عم يتفرجوا، ومدعي عام التمييز المدعي عام المالي عم بلاحقوا غادة عون. يا جماعة يلي عم يعملوه متحدون وغادة عون ليفضحوا مين حول أموال شعبه مش سياسة لبل إنساني وقانوني. هول أموالكم وجنى عمركم، ما تسكتوا.